قرآن يتلى وسط نفحات ربانية تملأ جدران هذه المدرسة القرآنية، براعم أوقاتهم معمورة بتلاوة وحفظ ما تيسر من كتاب الله. المدرسة القرآنية المجاهد بالمانع مسعود ببرج بوعريريج التي تم تدشينها مؤخرا من بين المدارس التي تستقبل الذكور والإناث لحفظ القرآن على يد معلمين مؤهلين، كما توفر النظام الداخلي والخارجي بطاقة استيعاب تصل ل300 تلميذ. هذه المدرسة من مبادئها الأولية هو تعليم القرآن الكريم، تعمل على نشر تعاليم الدين الإسلامي وتحفيظ القرآن الكريم وكذلك تلقين العلوم الشرعية لأبنائنا، كما تعمل كذلك من مبادئها الأصيلة كذلك هو الحفاظ على الوحدة الوطنية والحفاظ كذلك على المرجعية الدينية التي تتمتع بها الجزائر الحبيبة. إبراهيم وموسى. متمدرسون وجدوا ضالتهم في المدرسة القرآنية التي ملأت وقت فراغهم، فتمكن بعضهم من حفظ بضعة أحزاب. حفظت من كتاب الله عز وجل 4 أحزاب، وأشكر الله على هذه النعمة التي أنعمها الله علينا. في عمري 11 سنة حافظة 11 حزبا. المدرسة القرآنية الجديدة وسعت نشاطها ليشمل دروس محو الأمية، مسنون تعلموا القراءة والنطق السليم والربط بين الحروف ويتطلعون لفهم وحفظ كتاب الله. الحمد لله أنا بدينا يعني نطوروا، حابين نزيدوا نقرأوا القرآن ونقرأوا كما نقول لك الحروف ونتعلموا نعودوا نكتبوا ونعودوا نكتبوا كلمات وحدنا. ساخفة وليدي وش هو علاش القرآن هذيك، هي حابة نقرأ المصحف. هي صرح ديني وتعليمي تدعمت به برج بوعريريج، صرح يساهم في إيصال تعاليم ديننا الحنيف لنشء مشبع بقيم الوحدة الوطنية والمرجعية الدينية لبلادنا التي قوامها الوسطية والاعتدال.